بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صحفي. المواطنين الكرام، شرفاء درجة الميليشيات الأثيوبية بإسناد من الجيش الأثيوبي على تكرار الاعتداءات على الأراضي والموارد السودانية، ورغم ذلك ما زالت قوات المسلحة تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال العدائية الإجرامية. فيما يلي نوضح آخر التجاوزات على الأراضي السودانية. أولا، بتاريخ 26/5 انتشرت قوة تغدر بقوة سرية مشاة للجيش الأثيوبي على حول معسكر قواتنا بالعلاو داخل الأراضي السودانية، وبناء على اجتماعات مشتركة بين قيادات الجيشين السوداني والأثيوبي تم الاتفاق على سحب نقطة المراقبة التابعة لقواتنا بالعلاو داخل المعسكر، على أن تنسحب السرية الأثيوبية إلى معسكرها، وتم سحب القوات إلى المعسكرات من مناطق انتشارها. ثانيا، بتاريخ 28/5 وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة في مقابل منطقة بركة نورين مجموعة من الميليشيات الأثيوبية، غرضهم سحب مياه من النهر، واشتبكت معهم قواتنا في منطقة البركة ومنعتهم من أخذ المياه، وبعدها تسلسلت الأحداث والاشتباكات كالآتي: حدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، نتج عنه إصابة أحد عناصر الميليشيات، وانسحبت الميليشيات تجاه معسكر الجيش الأثيوبي شرق بركة نورين، ثم عادت مرة أخرى بعدد قوة للتعزيز فصيلة مشاة أثيوبية، واشتبكوا مع قواتنا مجددا. الساعة 8:30 في نفس اليوم وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة قوة من الجيش الأثيوبي تغدر بسرية مشاة، واشتبكت مع قواتنا غرب النهر، نتج عن ذلك استشهاد ضابط برتبة النقيب وإصابة 6 أفراد، منهم ضابط برتبة الملازم أول. على ضوء ذلك تم تعزيز موقع بركة نورين بقوات مناسبة. استمر الاشتباك بصورة متقطعة معظم ساعات النهار. استخدمت فيها القوات الأثيوبية الرشاشات والبنادق الغناصة ومدافع الأربجي، نتج عن ذلك إصابة 3 مواطنين ووفاة طفل. وعند الساعة 2:00 ظهرا بدأت القوات الأثيوبية المتمركزة بالنهر الانسحاب إلى معسكرها، تاركة خلفها عناصر من الغناصة لتأمين الضفة الشرقية للنهر. ثالثا، عند الساعة 9:00 بتاريخ 27/5/2020 حضر إلى منطقة كامبودالي التي تقع على بعد 500 متر شرق معسكر جبل حلاوة ضابط أو ضباط من القوات الأثيوبية، ومعهم عمدة منطقة كترارات، وبرفقتهم مجموعة من المزارعين من نفس المنطقة، وطلبوا عقد اجتماع مع قوات جبل حلاوة، وكان الغرض من الاجتماع السماح لهم بالاستزراع داخل الأراضي السودانية. تم رفض طلب الاستزراع نهائيا. نتيجة لذلك هدد عمدة كترارات بإدخال الآليات والمزارعين الأثيوبيين إلى المشاريع السودانية عنوة. عليه تم تنشيط الأطواف لهذه المنطقة بغرض مراقبتها، وعند الساعة 8:00 بتاريخ 28/5/2020 دفع طوف استطلاع بقوة فصيلة مشاة لهذه المناطق. تعرضت قوة الطوف لإطلاق أعيرة نارية كثيفة من الميليشيات الأثيوبية التي يقدر عددها بعدد 250 فرد. تبادلت معهم قوة الطوف إطلاق النار وحققت فيهم خسائر كبيرة، ونتج عن ذلك إصابة ضابط برتبة الملازم وفقدان أحد الأفراد من قوة الطوف. أبناء السودان، أحفاد تهراغة، تترحم القوات المسلحة على شهدائها الأبطال من قواتكم المسلحة والمدنيين السودانيين الأشراف بهذه المناطق، وعاجل الشفاء للمصابين. وستظل هذه الدماء الذكية التي سكبت
تشتعل وتتغد حتى تحرير كامل التراب السوداني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.